فخلينا اتكلم او ابدا كلامي النهارده عن ثلاث حاجات. هتكلم مع حضراتكم النهارده عن ثلاث حاجات مهمه جدا. اول حاجه هتكلم عنها وهي ان الاهلي بيتاجل له مباريات. الاهلي بيتاجل له مباريات كتيره جدا يا جماعه. القعدات اللي بتتقعد والنصابات اللي بتتنصب في بعض الامور وفي بعض الاماكن، تلاقي كل واحد قاعد مع التاني يقول له اشرح لي هو ليه الاهلي اللي بيتاجل له، اشرح لي هو ليه الاهلي اللي دايما هو اللي على راسه ريشه. هم بيقولوا كده، هم الناس دي بتقول كده، هو ليه دايما الاهلي اللي بتحاولوا تاجلوا له ماتشات؟ طب ما تبص للحقيقه، بص للي بيحصل، بص وشوف الدنيا ماشيه ازاي، بص حواليك، بص على الاجنده الدوليه. الكلام ده قتل بحثا، يعني عندنا هنا في كل البرامج الحقيقه في قناه النادي الاهلي من اول 10 الصبح لغايه بالليل كل البرامج بتتكلم في هذا الامر. ولكن طيب، هي على راي المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، قال لك هو الاهلي كان في الساحل؟ يعني هو الاهلي كان في الساحل مثلا ولا كان رايح يمثل مصر؟ نادي الاهلي خلال الفتره السابقه، للي مش فاكر او للي بيتناسى، النادي الاهلي كان رايح يمثل البلد، يمثل البلد في المعترك الافريقي في دوري ابطال افريقيا. ما كانش رايح يودي لعيبته على الساحل ويودي لعيبته هنا وهنا وهنا. فبالتالي حضراتكم لما تيجي تتكلموا لو سمحتم، طبعا الكلام اللي انا بقوله ده لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، لان دلوقتي هم بيتكتلوا في بعض الاماكن وفي بعض المنابر وبيقعدوا يتكلموا، ولكن ما حدش هيسكت، بس بطريقتنا وباسلوبنا، هنرد دايما بطريقتنا وباسلوبنا. فيقول لك اصل الاهلي بيتاجل له ماتشات، طب هل حضرتك عارف ان الاهلي اتاجل له ماتشات؟ انا معاك 100%. طب اللي جاي ايه؟ اللي جاي بقى الاهلي لعب مباراه الذهاب مع نادي الترجي يوم السبت اللي فات، وعنده مباراه يوم السبت القادم، مباراه الاياب. على اساس هذه المباراه سوف يتحدد ان شاء الله ان الاهلي سيصعد للدور النهائي او هيحصل حاجه ثانيه. فلسه كده كده هنستنى ليوم السبت عشان نشوف ايه اللي هيحصل. طب بعد يوم السبت هل فكرت حضرتك الاهلي هيلعب ازاي بعد مباراه السبت؟ بما انه بقى كان اللعيبه كانت بتهزر الفتره اللي فاتت وما كانتش بتمثل مصر ولا حاجه، ده بناء على كلام بعض ما لا يشجع النادي الاهلي. يعني يقول لك اصل هم مدينهم اجازه ست ايام، وخدوا في موضوع الاجازه ده شويه برضو، مدينهم اجازه ست ايام، واصل الناس دي عايزه على راسها ريشه، عايزين يتاجل لهم ماتشات. طيب انا بس هوري لحضراتكم الجدول، لو جاهز يا جماعه حطه لنا على الشاشه، جدول المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي بعد مباراته القادمه ان شاء الله امام الترجي التونسي. الاهلي والترجي ان شاء الله يوم السبت الساعه 9 بالليل، مظبوط؟ بعد كده الاهلي سيلاقي نادي بيراميدز في تمام الساعه 9 يوم الخميس 1/7. بعدها بثلاث ايام سموحه هيلاقي النادي الاهلي ايضا في تمام الساعه 9 يوم الاحد 4/7. بعد كده الاهلي او المقاولين العرب هيلعب ضد الاهلي يوم الخميس 8/7 الساعه 9 مساء. الاهلي ضد مصر المقصه يوم الاحد 11/7 الساعه 5. خلاص؟ طيب لو ان شاء الله ربنا كرمنا يوم السبت القادم في مباراة العودة أمام نادي الترجي ووصلنا للدور النهائي، إيه اللي هيحصل؟ يبقى الأهلي هيلعب قبل المباراة النهائية، لو وصلنا للمباراة النهائية إن شاء الله 1 2 3 4، أربع مباريات في خلال أقل من 11 يوم أو 17 يوم. فأنا الحقيقة برضو مش متصور إن كلام حضرتك مش مفهوم لهذه الدرجة، او مش متصور ان حضرتك عايز لمجرد ان انت عايز تنافس الاهلي ولو بالكلام، ولو بالكلام. اي حد، انا بتكلم على اي حد عايز ينافس النادي الاهلي، اي حد عايز ينافس النادي الاهلي بالكلام حتى يطلع يقول اي كلام. وفي بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيمشي ورا هذا الموضوع، والكلام ده مش حقيقي. الكلام ده النادي الاهلي نادي مصري بيمثل الكرة المصرية في دوري ابطال افريقيا، وبالتالي يجب أن يتم تأجيل المباريات. طيب دي المرحلة الأولانية وعديناها. المرحلة الثانية، النادي الأهلي هيلعب كم مباراة بعد إن شاء الله مباراة يوم السبت القادم؟ هيلعب
الاهلي هيلاعب بيراميدز وسموحه والمقاولين والمقص، اربع مباريات في 11 يوم او في 12 يوم. الفتره دي في بعض الانديه الاخرى هتبقى مريحه، المنافس التقليدي للنادي الاهلي هيبقى مستريح. طب ايه؟ ليه ما حدش بيتكلم على دي وسايبين اللي فات وبتتكلموا على اللي فاتت؟ هي نظريه المؤامره دايما مع النادي الاهلي. يعني انا دلوقتي هطلع بعد يوم السبت هقول اشمعنى بقى النادي الفلاني ده ما متأجل له ماتشات. يا جماعه خلينا نفكر انا طبعا مش هطلع اقول كده، انا مش هطلع اقول الكلام ده، لان انا عارف ان انا عندي فريق وبذاكر كويس على قد ما بقدر، يعني جمهور النادي الاهلي، واحنا بنذاكر معاهم كويس وبنتكلم معاهم بالمنطق وبالعقل. انا فريق كنت بلعب في دوري ابطال افريقيا وبالتالي اجلت ليا بعض المباريات، ماشي ما عنديش اي مشكله ان انا العب هذه المباريات بعد كده، بعد ما اوصل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونلعب مباراه يوم السبت القادم وننتظر مباراه يوم السبت القادم ونتيجه مباراه يوم السبت القادم وبعد كده نفكر في الدوري. ولكن انا بقول لحضراتكم الكلام بقى اللي كان بيتقال زمان، اللي كان بيتقال الاسبوع اللي فات، اصل على راسه ريشه، اصل عايزين ياجلوا له، اصل عايزين يعملوا له، اصل النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي بيتاجل له بيتعمل له. طيب ادينا هنشوف الاسبوع الجاي مين تاني هيتاجل له.